يحتكم الواقع. الافريقي رغم المشاكل، رغم الصعوبات، رغم غيابات عبر تاريخه وليس في هذا الموسم فقط، ولكن فريق يبقى صعب الميراث في رادس. نقوله بلهجتنا المحليه، الافريقي زرسة صحيحه في رادس او في المنزه او في زويتن، واستدلوا على هذه بالارقام. هل تعلم عزيزي المشاهد، سواء كنت كلوبست او غير ذلك، ان الافريقي على 66 مباراه افريقيه في تونس لم يخسر الا مرتين فقط. مرتين فقط السياخ سر في تونس في ماتش للكؤوس الأفريقية. عام 2001 من كايزر شيفس الساوث أفريكان الجنوب أفريقي، 1-0 في دومي فينال كأس الكؤوس 2001، و2009 جولي بابا ماكو في مباراة دور تمهيدي للشامبيونز ليج ربحوا هنا في رادس 2-1. هذوما الفريقين الوحيدين في تاريخ أفريقيا اللي ربحوا النادي الأفريقي في الكؤوس الأفريقية في تونس. السياخ في تونس عمل 50 انتصار، 14 تعادل، خسر كان ماتشين، كايزر شيفس وجولي بابا ماكو. انا حتى كي مشيت للحسابات بتاع البطولات المغاربيه في السبعينات والبطولات العربيه، الافريقي خسر تاريخيا 3 مرات فقط في 96 ماتش في تونس. الهزيمه الثالثه كانت في 2005 عربيا ضد الدراويش الصمبه المصريه الاسماعيلي مره اخرى 2-1. على فارقه يغنون من باب جديد للصباغين ذكريات السنين، ذكريات التالق. والافريقي اول فريق تونسي ربح كاس الهدي البطل عام 91، واول فريق ربح الافرو الاسيويه في 93، هدف تاريخي في الرياض في مباراه الهلال الزعيم، واول فريق ربح لقب خارجي توكور عام 70، 20 ديسمبر في كاس الكؤوس للمغرب العربي على مستقبل مرسى 2-0 في تونس. مباراه كانت للتاريخ، ذكريات طبعا. وجيل كبير الى فارقه، عطوقة العياري، محمد علي موسى، لطفي خضر، علي رتيمه، غوميث، توتو بلغيث، نجيب عبيده، القليبي، مراد حمزه، حسن بعاي، الهداف نجيب قاره، الشايبي، طهربوي، منصف غدار، الخويني، عبد الرحمن النصري، الزيدي، القوشي، الزيتوني، توجاني. اسماء حبيت نمر عليها ذكريات السبعين لان وقت الافريقي كان سيد المغاربه. لا اتكلم عن مغربنا الاقصى، اتكلم عن مغربنا الكبير الافريقي. افريقي 4 بطولات مغاربية في جيل السبعينات، وقت البطولة تقريبا كتبت باسمه، والتاريخ كان يضمن الكاس للافريقي قبل ما تلعب. هو أول لقب خارج الأندية التونسية، كأس الكؤوس المغاربية السبعين، هذه زدت على الطائرة وجات تو على الهامش صراحة. السبعين الأولى هي في حالة الانتصار، وسننتصر الأفريقي 70 انتصار في الملاعب التونسية في مختلف المسابقات الخارجية. إفريقيا وعربيا ومغاربيا الربح متاع الليلة رقم 70 للنادي الإفريقي في تونس، ثم رقم 70 يعني في نفس الاتجاه. اليوم الإفريقي على 140 مباراة في الصعيد الإفريقي 70 انتصار إذا يكمل رابح كامبالا. يعني بالرغم أنه تيتروات تقريب 1 في الأفريق، بالرغم أنه الفريق خسر 3 نهائيات ومرتين نصف نهائي، الإفريقي بالرغم من مشاكله الكل في المام أفريكا وغيابه السنوات التوال، يبقى كما قلت زرسة وعرسة صحيحة في قارة حياة أحمد الأحمد الآن. هذا هو النادي الإفريقي اللي دائما يخرج في الاوقات الصعبه. الافريقي ربح بطوله مغاربيه جيل السبعينات يتذكروا، واللاعب عز الدين يرحمه توفى كان في البطوله، ننسحبوا ما ننسحبوش، كملوا البطوله وربحوها وقتها في النهائي على فريق الجزائر شبيبه القبائل، وقت اسمهم الكواكبي في 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 الجزائر. هدف منصف غداره والطاهر بوي اللي هو الاسطوره الشايبي. ترجع الكره للفريق الاوغندي، تمشي كره لاوغندا. الهداف التاريخي للافريقي هو الهادي البياري 127 هدف، واكثر من حمل القميص هو الاسطوره عطوقة صادق ساسي 416 ماتش مع الوان الافريقي. ترجع كره ممتازه الفريق. الرباعيه هو حققها النادي الافريقي بين موسمي 91 و92 على مستوى كاس الابطال والثنائي في تونس وكاس الافرو الاسيويه في 6 جام في 93 على فريق الهلال، وخماسيه تحققت من خلال فرع كره اليد منذ سنه